ربما تكون فكرة لمشروع يظن البعض أنها تقتصر على فئة معينة وهي الرجال، إلا أن هدى شوقي الأربعينية والأم لأطفالها الخمسة استطاعت أن تقتحم هذا المجال وتصبح مؤسسة لإحدى مصانع تعبئة وتغليف الملح بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاونت مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. والله بدأت الفكرة وأساساً المصنع كان قائم، بس كان قائم تعبئة مواد غذائية بس، سكر بس، سكر ورز فقط. فجاء الزوج سافر وكان ليه شغل تاني بره، فمسكت أنا هنا المصنع. كنت الأول شغالة يدوي دي بالكوباية كده وأمه. فجيت لقيت السوق ساحب ما شاء الله، والعمالة ما كانتش بتطلع الكيس زي ما هو حضرتك شايفاه دلوقتي. طبعا اليدوي لحم رجل فما كانش بيبقى قد كده. تتحدث هدى عن مراحل تطور مشروعها عندما تقدمت للجهاز منذ ما يقرب من 3 أعوام بطلب الدعم، وبدأته بمبلغ 50,000 جنيه وسط طموحات لتطويره وانتشاره حتى يصل إجمالي التمويل إلى 150,000 جنيه مصري. بدأت أتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تقريبا من 3 سنين. أخذت القرض الأولاني 50,000 جنيه والحمد لله خلصته على 2.5 سنين مش 3. وفي كمان كان ميزة ليهم إن هم نزلوا لي من الفوائد، واخدت بعد كده ما فيش 6-7 شهور لقوني برضك الحمد لله شغاله، والسوق سحب مني مولوا لي ب 100,000 جنيه تاني، وقربت اخلصه وهم كمان عايزين يمولوني تاني والله، والحمد لله يعني رب العالمين. يقدم جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر دعما لمختلف المشروعات منذ اوائل التسعينيات، ومول اكثر من 25,000 مشروع في محافظه الاسكندريه بقيمه وصلت الى اكثر من 1 مليار جنيه مصري. احنا في محافظه الاسكندريه جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر بيقدم طبعا العديد من الخدمات اللي بتقدم على مستوى الجمهوريه في جميع فروع الجهاز. طبعا احنا كجهاز راعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنقدم خدمة متكاملة من أول تأهيل لطلبة الجامعة ولطلبة الثانوي الفني وما إلى ذلك، تأهيلهم ببرامج فكر العمل الحر وبرامج اعرف قدراتك وما إلى ذلك، بحيث ان هو نخرج جيل قادر على ممارسة العمل الحر والتوجه نحو المشروعات الصغيرة حتى يؤدي إلى تنمية موارد الدولة وما إلى ذلك. تتحدث هدى عن طموحها وتطلعها نحو سوق ليس فقط محليا، ولكن تأمل أن يكون لها اسم وسط الأسواق العربية والعالمية، مؤمنة بمقولة لكل مجتهد نصيب.